تعالوا بقى نعمل التوابل بتاعت السجق. وزي ما قلت لكم توابل السجق دي اللي هنحطها على اللحمه ونعجنها بيها كويس ونحشي بيها الهنك بتاع السجق. كده كده احنا لما بنجيبه جاهز من بره من عند الجزار اللي هو السجق الشرقي كده كده بيبقى متبل، فمش هينفع ان احنا نحط معاه واحنا بنسويه، لا دي بتاعت اللحمه نفسها اللي هنحشي بيه. الهنك بيتجاب منين؟ بيتجاب من العتبه، ده اضمن مكان او اكتر مكان الحاجه هتبقى متاحه فيه. فين؟ في ميدان العتبه عند الموقف بتاع الاتوبيس نفسه، في الجزارين اللي هناك، قولوا له انا عايزه هنك سجق. هنك اسمه هنك، بيديهولك هتلاقيه صغنن خالص كده. انت نفسك هتستغربي هتقولي ايه دوت، هو دوت هينفع معايا؟ الصغن اللي مش اللي هتبقي شاكه ان هو يديكي كميه ده ممكن يطلع لك 4 5 كيلو سجق. طيب بيتعمل ازاي؟ بتبقي جايباه اكنه عليه كتله ملح، بيتحط في الميه علشان يغير الملح بتاعه او الملح بتاعه يفك ويتغير الميه، بحطه يوم كامل. مجرد ما بتفكي هو بيبقى معمول بدوباره، تقصي الدوباره دي، بس خلي بالك وانت بتقصيها علشان ما يقطعش معاكي الهنك نفسه. بتقصي الدوباره وتروحي حطاها في ميه لمده يوم كامل، وتغيري طبعا الميه علشان ينزل اي ملح عليه، الملح اللي عليه ده بيبقى حافظ الهنك نفسه. بيتغير الميه بتلاقيه بدا ان هو يفرش، بدا ان هو يبان قدامك بشكله. وبعد كده بروح عامله ايه؟ بديله عصره ليمونه سنه صغيره كده، عصره واحده على الكميه بتاعت الميه، وبعد كده اشطفه واصفيه في مصفى. برجع بعد كده اعمل ايه؟ بعجن اللحمه المفرومه، طبعا بتحطي عليها الملح طبعا على حسب كميه الكيلو اللي انت عاملاه او كميه كام كيلو، بتخلطيهم كويس جدا مع بعض. وبمسك بعد كده القمع، في اقماع بتتباع مخصصه للحشو بتاع الهنك، يا اما القمع اللي هو البلاستيك، بس نقي ارفع حاجه. بتبداي ان انت تمسكي القمع بتقلبيه، والبوز بتاعه ده بتدخلي فيه الهنك كله لحد ما بيتملي معاكي. واللحمه وانت بتعجنيها بتحطي معاها شويه زيت وبتعجنيها ناعم جدا، وش واثنين وثلاثه علشان تبقى ناعمه، ما تبقاش فيها كتله خشنه تخرم لك الهنك او تقف وانت بتحشي. بتتخلط كويس جدا، بتحطي فيها شويه زيت علشان تمشي لك اللحمه في الهنك بسهوله. تبداي بعد كده تقلبي القمع وهو الهنك كله فيه كده، تبداي ب بسم الله الرحمن الرحيم بمعلقه خشب او بحاجه رفيعه او بعود اللي هو الخله بتاع الشيش طاووق، بتبداي ان انت تدخلي اللحمه او بصباعك الصغير بتبداي تحشي وتمشي اللحمه لحد ما يبدا ان هو كل الهنك يتملي معاكي. تبداي كل مقاس صباع تروحي برمه وتكملي، تبرمي وتكملي لحد الاخر خالص ما بيخلص معاكي، بتروحي ربطاه وتعلقيه على حاجه زي كده. ده اللي انا بستخدمها عندي لما باجي اعمل السجق بصراحه، حاجه زي كده اللي هي بتاعه طقم التوزيع بتاعه البيت. ببدا ان انا انشر عليه الهنك نفسه واسيبه ساعتين ثلاثه، لما يبدا ان هو ينشف ويتغلف ابدا بعد كده اروح جايبه الاكياس الاطباق اللي هي الفل اللي هي البيضه بتاعه التخزين ولا التفريز، وابدا ان انا ارص الطبق. ولو هعمل مثلا طبقتين ثلاثه ببدا بين كل طبقه والتانيه بحط كيس ثلاجه واقفله استرتش كويس واحطه عندي في الفريزر لحد ما اجي استخدمه، بيطلع معانا زي الفل. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف التوابل بتاعه الحشوه بتاعه الهنك بتبقى عباره عن ايه. بهارات السجق بتقول ان احنا معانا ايه؟ معلقتين كبار كزبره ناشفه مطحونه، معلقتين كبار كمون بودر، معلقتين كبار بابريكا، معلقه كبيره حبهان بودر، معلقه كبيره قرفه بودر، نص معلقه صغيره قرنفل بودر، ومعلقه صغيره جوز الطيب البودر. دي التوابل بتاعتنا. برضو ممكن ان احنا نحط لها رشه الملح علشان نحفظها، يا اما لو هنشتغل بيها على طول يبقى الملح اللي هو بتاع التطعيمه بتاعه اللحمه نفسها. طيب نفس النظام علشان احفظها عندي، ادي طاسه سخنه على النار وهحط كل المكونات علشان تتغلف. بسم الله بالسخونيه علشان لما اجي احفظها ما تدينيش وبره ولا تعطل معايا. ادي التوابل كلها اهي. طبعا عايزه ممكن بقى تزودي عليها بهارات لحمه، عايزه تزودي عليها بهارات فاهيتا السجق، يقول لك ايه كتر بهارات، بس ده مش صح، ده مش صح. في سجق تيجي تاكليه تقولي ايه اكني باكل بهارات صافي، معنى ان هم حاطين بهارات صافي يبقى بيغطوا على طعم اللحمه. لا انا عايزه ادام انا اللي عاملاه في البيت انا عايزه احس بطعم اللحمه واحس واستمتع بيها، مش ان انا اخد القطمه كده احس ان انا باكل بهارات صافي، لا. فنستغنى عن اي بهارات ثانيه ونحط دي مع الملح. عايزه هي فيها جوز الطيب وفيها زي ما قلت لحضراتكم كل التوابل اللي موجوده اللي احنا محتاجينها. عايزه تستغني عنها وتحطي بهارات لحمه ماشي، عايزه تستغني عنها وتحطي مثلا بهارات اللي هي الفاهيتا ماشي، بس دي هتديكي التطعيمه الصح للسجق. جربوها وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. بصوا كده حطينا كل البهارات تتغلف، رشه الملح علشان انا هشيلها
بصوا مش كتير، على قد كميه التوابل اللي انا عاملاها. طبعا بناخد بقى منها. طيب كميه التوابل اللي انت عاملاها دي يا نونا تعمل قد ايه؟ لحمه تعمل 3 كيلو لحمه. كميه البهارات دي تعمل 3 كيلو لحمه من اللي احنا هنحشي بيها السجق اللي هو الهانك بالشكل ده. وال3 كيلو لحمه دول اصلا هيعملوا لك كام سجق؟ ممكن يعملوا لك حوالي 6 او 7 سجق. 3 كيلو لحمه ممكن يعملوا لك 6 او 7 كيلو من السجق اللي هو الشرقي. اتشوحت كده اهي على النار، اهم حاجه نسيبها تبرد، اوعوا تحطوها في بطرمان وتشيلوها في الثلاجه وهي سخنه. خلوا بالكم قوي علشان ما نهدرش تعبنا ونهدر الحاجه اللي احنا بنشتغل بيها. نعمل كده ونسيبها تبرد خالص، وبعد كده نحطها في بطرمان. عينيا الاثنين، كل التوابل اللي احنا استخدمناها النهارده دي او عملناها على ايدينا انا هحفظها عندي وهستخدمها في الوصفات بتاعتنا اللي جايه.